في البداية حفظ للألقاب وأنت غني عن التعريف، من هو عبد الرزاق؟ أشكرك. عبد الرزاق، أنا عبد الرزاق خليل علي أكبر لاري، الابن الكبير لوالدي الله يرحمه خليل علي أكبر لاري، وهو مؤسس الشركة هذه تقريبا من 80 سنة هو أسسها، وإحنا مثل ما تقول تابعنا الشركة من بعد وفاته. وقولها بكل فخر، أنا قطري أنا قطري، خير ومحبة محضاري. وقولها بكل فخر، أنا قطري أنا قطري. كيف كانت بدايتنا لما استلمنا منصبنا داخل الشركة؟ والله انا مثل ما تفضلت كنت اشتغل كمهندس طيران تقريبا حوالي 17 سنة، ومن بعدها بعد ما صارت التغييرات في قطر وسمو الأمير الوالد اخذ مقاليد الحكم، فانا عرفت ان البلد راح بتكون بشكل آخر، بتغييرات جذرية راح تحصل، والحمد لله نظرتي كانت صحيحة في البداية، وأنا تركت مجال الطيران ودخلت على مجال البزنس مع الوالد الله يرحمه، بما أنا كنت معاهم يعني من البداية، لكن كتركيز بديت أركز وعرفت ان المستقبل بيكون عندنا ان شاء الله في قطر مستقبل اكيد. استاذ عبد الرزاق، يعني نحكي قبل 25 سنة عبد الرزاق استلم مكانه بالمجموعة وسوى تغييرات من 25 سنة لحد اليوم، نحكي عن بداياتنا لما استلمنا وخدماتنا اللي نقدمها داخل المجموعة. والله التغييرات سويناها ان اللي قدرنا نسويها ان نجيب وكالات جديده للمجموعه، نطور الشغل، نواكب التطوير والتحديث اللي في البلد عامه، بما ان احنا تدري من نهايه التسعينات قطر بدات تطلع وتاخذ مكانتها بالعالم وبين، واحنا في نفس الوقت عشنا نفس الأجواء، نفس المواكبة، وبدينا نحسن أوضاع الشركة وندخل وكالات جديدة ونجيب بضائع ونمشي مع التطوير، وفي نفس الوقت عملنا تطوير في الشركة، والحمد لله اليوم في وضعنا بالسوق معروفة. منتجاتنا اليوم كم عدد المنتجات اللي منتجاتنا؟ والله فوق 4000 منتج من دول العالم، من أمريكا، من أوروبا، إيطاليا، فيهم مثلا فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، هولندا، بولندا، من جميع الدول الأوروبية تقريبا، وفي نفس الوقت عندنا بضاعة تركية، احنا مركزين كمان على بضاعة تركية اللي هي ذو جودة عالية، عندنا بضاعة من ماليزيا، من أستراليا، من أندونيسيا، من تقريبا مثل ما تقول يعني تقريبا حوالي 70-80 دولة يعني. ما شاء الله عليكم. مجموعة لاري اليوم لها تميز داخل الأسواق القطرية واسمها صباغ طبعا المجموعة، بس نذكر اليوم شو تميزنا داخل الأسواق. احنا اول شيء الحمد لله فضل الله عندنا سمعتنا بالسوق، اول شيء بضاعة اللي بنجيبها وفي نفس الوقت الأسعار في متناول الجميع مثل ما تقول يعني، وعندنا بضاعة جودتها طيبة وفي ثقة المستهلكين في بضاعتنا، في أمور عندنا بضاعة إنها معروفة بالعالم مش بقطر فقط. كيف يتم اختيار الموظفين وعلاقتنا بالموظفين؟ هي علاقة أبناء لأبناء ولا هي علاقة مدير الموظفين؟ لا والله أنا مثل ما تفضلت ممكن علاقة الأخوة والزمالة والصداقة في البداية، مثلا عندي المدير الموجود اليوم الأوبريشن مانجر، مدير العمليات اللي عندي صار له تقريبا 25 سنة من يوم أنا دخلت الشركة معي، والحمد لله كل الموظفين اللي عندي معظمهم صار لهم سنوات، يعني احنا نعمل مع بعض كعائلة واحدة. جميل.
تيم، وكل شغلنا مع بعض، يعني هو معتمدين علي في أمور وأنا معتمد عليهم في أمور. هذا الشيء يصير من أسرار النجاح؟ ممكن تقول هذا الشيء صح. لو واحد بينجح مع بطريقة الصداقة والود. خلال
السنوات القادمة، رؤية مستقبلية مجموعة رالي؟ احنا رؤيتنا رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى. نعم. هو رؤية عنده خاصة واحنا نمشي مع رؤيته، ما نعتمد على غيرنا، نعتمد على روحنا، نطور حالنا بحالنا ونستمر مثل ما تقول في التطوير والإنتاجية، ونعتمد على روحنا. احنا نفكر ان الخطوة الثانية بتكون ان بدل ما نستورد دائما ننتج اللي نقدر عليه، ننتج في البلد بدل ما نستورده. فهذه طموحاتنا واحنا شغالين فيه وبدينا فيه، والحين احنا في مراحل المتوسطة مثل ما تقول في عمل الانتاج. احنا عملنا بعض البرودكتس، بعض المواد احنا ننتجها بس بشكل مبسط، لكن الرؤية ان احنا نبي نطور هذا الانتاج، لان احنا عندنا كل الامكانيات في البلد ان ممكن نستفيد منها ونستغلها وننتج ونكون بلد منتج وبلد مصدر بدل ما نكون مستوردين فقط. اليوم رجل اعمال عبد الرزاق لاري، اليوم اكيد كمستثمر موجود بالاسواق القطريه، من منك نصيحه للمستثمرين القادمين لدوله قطر ورؤيتك ل 2030؟ والله انا دائما اشجع الناس ان يجون يستثمرون في قطر، لان قطر هي الدوله اللي هي ناضجه توها، يعني في عز شبابها. صحيح. غير عن الدول الثانيه اللي خلاص صار في مثل ما تقول تشبع. صحيح. احنا دوله لسه عندنا مجالات كثيره احنا ممكن نبدا فيها ونقدر نطور من ناحيه زراعيه، مصانع كيماويه، اي شيء ايا كان. احنا عندنا كل المجالات مفتوحه اليوم، والمستثمر اليوم صالحه ان يستثمر في قطر بدل ما يستثمر في اي دوله ثانيه. وفعلا احنا بدينا مشاوره مع شركات اجنبيه وعمل يعني نناقش كيف نقدر ننتج هذه البرودكتس او البضائع هاي في داخل قطر باي طريقه كانت. جميل جدا استاذ عبد الرزاق. استاذ عبد الرزاق، اليوم كمان ايضا لديك ابناء. نعم. اليوم أبنائك ما شاء الله عليهم. نعم الله يحفظهم. رسالتك اليوم لأبنائك وأبناء الوطن وأبناء الشباب العربي بشكل عام؟ بشكل عام. كرجل أعمال بلش حياته من الصفر لما وصل هاي المكان، نصيحتك اليوم شو راح توصل لهم إياها؟ والله دائما الأمانة في الشغل، الانتباه، التركيز. يعني اليوم أنا عيالي الحمد لله ما شاء الله عليهم متخرجين من جامعات عالمية ويبذلون مجهود ويشتغلون، وهم حاليا بما انهم في وظائف اخرى، لكن مثل ما تقول دائما معي، موجودين معي على الخط، يعني استشيرهم، اخذ اراهم واعطيهم ارائي ونشتغل بعد معاهم كتيم. عندهم خلفيه عن وضعيه الشركه، عندهم خلفيه عن كيف بدأت الشركة وكيف تم تطويرها وكيف ما زلنا كيف نمشي. ونفس الشيء أنا أنصح الجميع أن يفكرون في الإنتاج في بلدهم، يعني الكل يبدأ في الإنتاج عشان تكون دولة منتجة، دولة تصدر، لأن الاقتصاد عمود الاقتصاد هي التصدير، مش أن أنت تستورد. بدل ما تطرش فلوسك برا، دخل داخل بلدك. الجيل القطري، الشباب القطريين يتوظفون في وظائف مش ضروري في الحكومة وشركات الكبيرة، حتى شركات خاصة. يعني اليوم يعني أنا أشجع الشباب القطريين يدخلون في هالمجال، يتوظفون في مجال شركات خاصة، قطاع خاص، ويتعلمون وهم في النهاية في المستقبل هم يستفيدون ويسوون لنفسهم شركات خاصة لهم. لها بكل فخر، انا قطري انا قطري خير ومحبه محضاري، واقولها بكل فخر انا قطري انا قطري. في اشخاص عزيزين على القلب طول هالسنوات كانوا مساندين وكانوا سند له، ما
ممكن واجهتها شوية صعوبات وشوية تحديات، ولكن تخطتها أنا بكلامهم الطيب. أنا اليوم من عبد الرزاق كلمة شكر. أنا أول شيء كلمة شكر لصاحب السمو أمير الوالد، لأنه هو اللي بدأ يعني خلاني أن أنا أترك كل اللي كان عندي وأركز بتجارتي، وفي نفس الوقت أرفع الشكر الثاني لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم الله يحفظه، لأنه هو جيل شباب وعطانا الجرأة والسند أن إحنا نفكر في بلادنا، نفكر أن كيف نطور روحنا وكيف نطلع وكيف نركز وكيف نعتمد على حالنا. وهذا من الناس اللي أنا أحب أشكرهم في البداية، وأشكر والدي الله يرحمه أنه هو اللي أعطاني المجال في هذا العمل، أنه يثق فيني ويترك لي الشغل أن أنا أكمل. وفي نفس الوقت عندي أخوي الله يحفظه أنه هو بعد معي في الشغل، يعني بس في أمور أخرى يعني. طبعا أنا شاكر لكل العائلة بما فيهم زوجتي وعيالي، أولادي الاثنين دائما يشجعوني ويساندوني في كل يعني كل الأمور أو كل القرارات اللي أبي أخذها، دائما هم بمساندتي ولهم فضل. وفي نفس الوقت الموظفين اللي عندي لهم فضل علي بأن أنا أقدر يعني خلوني أثق فيهم ونمشي هالمشوار هذا 25 سنة مثل ما قلت من يوم أنا مسكت الإدارة، والموظفين اللي معي تقريبا كلهم في هالحدود يشتغلون معي من 20 ل 25 سنة يعني، فهم بعد لي لهم فضل في معي في اللي أنا وصلت له، والشركة المجموعة كلها وصلت له يعني الحمد لله. الحجر ما نبطل